حياكم الله يا جماعة في هذا الفيديو اللي راح نتكلم عنه كيف نبني متجر إلكتروني مربح متخصص بالنظارات الشمسية. طبعا يا جماعة هذه من الأشياء اللي أنا بديتها سابقا من البزنسز أدفنتشر أو من الأشياء اللي أنا بديتها قبل، وكان لي حظ ونصيب فيها من ناحية الفلوس والأرباح. لذلك تعالوا لنضيع أي وقت ونخش على طول ووريكم كيف تقدر تبني متجر إلكتروني متخصص بالنظارات الشمسية وتقدر تربح منه مبالغ جيدة. أول شيء يا جماعة، إذا أنت مهتم في التجارة الإلكترونية وودك تتعلم التجارة الإلكترونية بحذافيرها من ناس محترفة وشغل أصلي ومجانا من غير ما تدفع ولا شيء، كل اللي عليك أنك تنزل تحت هذا الفيديو وراح تلقى الرابط وسجل معنا وبنشوفك إن شاء الله اليوم الساعة 7:30 وكلها مجانية، تذكر هذا الشيء. نرجع لموضوعنا والشيء اللي إحنا نبي نتكلم عنه. طيب أول شيء يا جماعة، نبي نعرف كيف نلقى ترند في عالم النظارات. هذا شيء جدا مهم، مو انك تقول والله انا ما عجبتني هذه النظارة وببيعها على الانترنت وخلاص، اوكي؟ لا، انت لازم تركز ولازم تركز كويس، لانه انت ضروري 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 تبيع المنتجات اللي عليها طلب وعليها فاشن الحين، يعني الحين موضتها وترندي ومناسبة للسنة الجديدة، خصيصا انت داخل في موضوع الموضة والازياء، يعني الترند لازم تصير انت متابعة ولازم تعرف انت كيف تبيع هذه الاشياء بالترند، اوكي؟ فخليني اوريك كيف تلقى ترند في عالم النظارات. كل اللي عليك يا طويل العمر تدخل على جوجل تكتب new sunglasses 2021. ركز دائما على النساء، انا هذا احسه الافضل، لكن تقدر تركز على الرجال انت براحتك، اوكي؟ لكن انا شخصيا اعتقد ان التركيز على النساء بيكون افضل، اوكي؟ فكل اللي عليك يا طويل العمر تكتب الترندز الجديدة في عام 2021 أو في عام 2022، يعني علشان ما أننا إحنا في شهر أكتوبر ممكن أننا نخش ونستبق الأحداث، أوكي؟ فخلينا نقول هنا مثلا best sunglasses for all season long gloomer، أوكي؟ فمثلا هذه انكتبت في تاريخ May 19, 2021، فحلو انها جديدة، وزي ما انت شايف كل هذه الجلاسز اللي راح تطلع لنا بشكل مرتب ومضبوط، اوكي؟ فطبعا يا جماعة هي انك تشوف، طبعا انا ما ادري ليش طول الصفحة ذي عشان تطلع الصور، بس يعني فهمت الطريقة، انك تدور وين في النت تقدر تلقى اشياء يعني تقدر تبيعها على متجرك الالكتروني وتكون ترندي، تمام يا جماعة؟ طيب هذه هي الحين هذه المنتجات، صح؟ اوكي. طيب كل اللي عليك يا طويل العمر الان تروح على جوجل كروم او جوجل هنا وتكتب علي اكسبرس ايمج سيرش، اوكي؟ تكتب علي اكسبرس ايمج سيرش، اوكي؟ وطبعا حمل هذه الإضافة علي اكسبرس سيرش باي ايمج. طبعا شوف هنا الإزالة من كروم لأن أنا موجودة عندي، أوكي؟ سيرش باي ايمج، ليش تبيها هذه الإضافة؟ طبعا هذه هي الإضافة، بتكون تحط رابط الصورة، ليه؟ لأنك تبي تبحث عن هذا المنتجات موجودة في علي اكسبرس. فخلينا مثلا نروح الحين نرجع لقبل شوي، سان جلاسز ترند تو 2021 ومن، أوكي؟ وخلينا نقول والله نبي نشوف واحدة من الجلاسز هذه، أو أننا نجي ونحاول ندور مثلا في فوغ مثلا، أوكي؟ هذه فوغ ماجازين، وخلينا نقول هذه هي النظارات اللي نبي نبحث عنها وبنحطها على متجرنا الإلكتروني. خلينا نحط على سبيل المثال هذه النظارة. هذه الآن كل اللي أجي عليه أضغط رايت كليك، لما اضغط رايت كليك بكتب كوبي ايمج ادرس، اوكي؟ كوبي ايمج ادرس، وبروح هنا وبحطها في علي اكسبرس او مكتوب في سيرش باي ايمج حق علي اكسبرس. الان راح يفتح لي صفحه جديده وراح يقوم في البحث على النظاره. غريبه. طيب هنشوف تطلعين. اي طلعت. يلا نحطها من جديد. ايوه الحين هالمره ضبطت، اوكي؟
فيا طويل العمر الآن هو بيقوم بعملية البحث، بيدور لك نظارات تشبه هذه النظارة. أوكي فركز لي يا صاحبي الحين، شوف هذه هي النظارة، شوف شلون في أشياء كثيرة 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 تشبهها. أوكي لو تلاحظ إنه هذه النظارة على كلام فوق ماجازين أو مجلة فوق الشهيرة يقولون إن سعرها 230 دولار. خلونا نتأكد إنه الكلام هذا اللي أنا قلته صحيح. دقيقة ارجع. ايوه ف 250 دولار موجود على موقع امازون. اوكي زي ما انتم شايفين احنا لقيناها هنا موجوده في ب 4 دولار و 3 دولار و 4 دولار، فبالتالي عندنا على قولتهم مساحه جدا ان ننافس في موضوع ترندي وفي موضوع انه والله النظارات هذه منافسه للترند العالمي ومناسبه، فبالتالي انا اقدر هنا القى سوق لي. اوكي طبعا كيف نقدر نسعر هذه المنتجات؟ كل اللي علينا اننا زي ما قلنا نبحث على هذا المنتج نفسه. اوكي كيف بكم قاعد ينباع بالانترنت؟ اوكي ممكن اني ادخل على جوجل ايمج هنا نفسها واجي اسوي بحث بالايمج ايضا واحط رابط الصورة. اوكي شكلها راحت الرابط حق الصورة، تمام؟ بس زي ما انتم شايفين يعني انه انك تجي تحط الرابط بالصوره وتروح تقارن بالاسعار حقه المنتجات هذه وتحاول انك تكون قريب، ما تكون بعيد مره، يعني ما تكون رخيص جدا يشك العميل يقول هذه لا شكلها فيها بلا، او انك تكون يعني نافس على الاقل، انت اقل من السعر السوق ب 50 الى 80 دولار. اوكي هذا الشيء اللي لازم نتكلم عنه. طيب كيف تكتب تفاصيل هذه المنتجات بالطريقة الصحيحة؟ وهذا كلام جدا ممتاز ورهيب. أوكي طبعا عشان نكتب التفاصيل بالطريقة الصحيحة كل اللي علي اني ارجع للمنتج نفسه اللي قبل شوي شفناها. وين رحنا؟ لا لا اي هذه هي. اوكي خلينا نروح نفس المنتج اللي انا ابغاه اللي تو شفناه، او هنا فوق هذه. اوكي اللي قبل شوي شفناها فبقوم وبادخل على موقع امازون. اوكي اللي موجوده هنا، لما ادخل على موقع امازون بنلاحظ يا جماعه انه امازون كاتب كل هذه الاشياء. اوكي فهذه يعني يعتبر انها يعني التفاصيل حقت المنتج اللي هم حاطينه، تمام؟ ممكن ادخل على اشياء ثانيه مثلا عند اوف وايت. اوكي ادخل اشوف الناس ايش قاعده تكتب تفاصيل المنتج واحاول اني اكون جدا قريب من الاشياء اللي هم عارضينها، هذا جدا مهم يا جماعه اني اكون قريب من الاشياء اللي سكوير سانجلاسز ان وايت، بلاك ايرو ات هايتس اوف مدريش، بلو لينزز، انتجريتد نوز بادز، يعني احاول اكون جدا قريب واحاول اني احط الصور بالطريقه اللي اوف وايت اللي هي البراند العالمي المعروف، احاول اني اكون قريب جدا لما وبطريقه التصوير وبطريقه الهاي كواليتي اللي محطوطه فيه، فانت تتاكد انك قاعد تبيع شيء يعني جد فعلا بالكواليتي العاليه. وعشان تبيع شيء بالكواليتي العاليه تحتاج يا طويل العمر تصميم احترافي للمتجر، وفي شيء اسمه يركب على شوبيفاي اسمه تيربو ثيم، تيربو ثيم شوبيفاي اكتبه هنا راح تلقاه موجود قدامك. اوكي تيربو ثيم بورتلاند هذا الثيم المعروف، وفيه يا طويل العمر يعني هنا شوفوا يا جماعه هذا هو شكل الثيم الخاص بالتيربو. ليش طبعا يسموه تيربو؟ سموه تيربو لانه جدا سريع في عمليه اللودينج، ما راح يكون بطيء خصوصا انت شخص مركز على الفاشن وما الفاشن، فتحتاج انك تحط اشياء يعني مهمه ومرتبه، فهذا هو التيربو ثيم. صراحه اعتبره جميل واستخدمه من زمان واحسه جدا كويس، وميزته انه جدا سريع. شوفوا المواقع مقارنه بالمواقع الثانيه اللي دخلناها قبل شوي، شوفوا شلون هذا فتح معي مع ان الاتصال حقي اليوم ضعيف، لكن انت شفت شلون فتح معي بالطريقه جدا سريعه. اوكي فهذا اللي انا اقدر اقوله انه لازم تستخدمون التيربو ثيم هذا علشان تصير اموركم اوكي. اوكي طيب خلينا نشوف كم سعر التيربو ثيم. لما تجون تضغطون على باي تيربو هنا
بعدها بتشوفون ان سعره 400 دولار، صح انه غالي لكن تقدر تستخدمه في اكثر من متجر واكثر من طريقه، يعني اذا ما نجحت في هذا المتجر تحاول انك تحطه في منتجات ولا في متاجر اخرى وتجرب متاجر مره ثانيه، اوكي؟ فالان يا طويل العمر عندنا الادوات اللي المفروض تستخدمها على متجرك الالكتروني، اوكي؟ فاول شيء انت بتستخدم شيء اسمه شوبيفاي ايميل، اوكي؟ ليش تبي تستخدم شوبيفاي ايميل؟ كثير من الناس اللي يدخل على المتجر الالكتروني وخصيصا في عمليات السيلز وما السيلز، اوكي؟ اي شيء متخصص في السيلز ومتخصص في المبيعات ومتخصص في يعني في الفاشن والموضة، كثير من الناس تدخل بس عشان تتفرج على المنتجات، مو كثير من الناس تدخل بس عشان تشتري، لا كثير من الناس تدخل عشان تتفرج. فانت تبي تلقى لك طريقة انك تاخذ ايميلات هذه الناس وتحاول تذكرهم بالمنتجات، تحاول تقول لهم طب اسمع تعال اعلمك على الترند العالمي، مو انت دائم قاعد تتفرج على الترند العالمي حق السانجلاسز، حط ايميلك عندنا راح نقوم بارسال لك كل النظارات الجديدة اللي تنزل على السوق. كثير من الناس راح تحط ايميلاتها وبالتالي هذا راح يزيد من عملية المبيعات حقتك. فشوبيفاي ميل واحد من اهم الاشياء، وبرلو هو الاداة اللي راح تستخدمها علشان تسحب المنتجات من علي اكسبريس وتحطها على موقعك الالكتروني او موقعك اللي موجود على شوبيفاي، اوكي؟ هذه الاداة راح تستخدمها راح تخليك تحط المنتجات هذه على موقعك الالكتروني. من اجمل الاضافات اللي موجوده على شوبيفاي هي اضافه بتر ريبلاي. بتر ريبلاي يا جماعه رهيبه 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 رهيبه، خلوا اوريكم اياها، اوكي؟ هذه الاضافه اللي هي من اهم الاضافات اللي موجوده على شوبيفاي، ميزتها يا جماعه توريك، شوف تخيل يعني انت، يعني انت تخيل هذا الشيء، اوكي؟ تخيل انه هذه الاضافة راح توريك وش قاعدين يسوون الناس في المتجر الالكتروني حقك، يعني راح تصورهم. تخيل يعني انت كل شخص يدخل على المتجر الالكتروني حقك كل الطالع تقول الله هذا في فيديو للشخص هذا، هذا فيديو للشخص الثاني للثالث الرابع، راح يوريك الفيديو سواء هو داخل من الجوال ولا من الكمبيوتر، راح يوريك ايش قاعد يسوي في المتجر الالكتروني حقك. ما تتخيل كيف هذه الإضافة راح تفيد البزنس حقك. فانسي اف اي كيو من اجمل هذه الاضافات ايضا الموجوده على شوبيفاي. ميزه هذا الفانسي اف اي كيو راح يطلع لك الاسئله الاكثر شيوعا او المنتجات، يعني اكثر الاسئله الاكثر شيوعا بطريقه مرتبه. تخيل انه تصير زي كذا، تجي تكتب انت وش والله مميزات المتجر عندك، كيف يرجعون الناس، هل انت تبيع بالجمله، اشياء جدا كبيره، اوكي؟ عندنا ايضا يا طويل العمر سكومب اب، اوكي؟ وهذا من اجمل التطبيقات اللي موجوده خصيصا اذا انت تبي تبيع اشياء متخصصه بالفاشن ومتخصصه ايضا في الـ يعني بالعربي اعطيك اياها كذا بكل اختصار، هذا الشيء اللي يخليك تجيب مسوقين بالعموله ويسجلون معك، وهذول المسجلين بالعموله راح يلبسون النظارات حقتك، يصورونها بالانستغرام، يمنشنونك، بعد المنشن هذا اذا جاء مبيعات من عن طريق هذا الشخص فمعناها انه راح يجيه عموله، فبالتالي انت تقدر توسع نطاقك في عمليه التسويق مع المشاهير او المايكرو انفلونسر اللي عدد متابعينهم من 10,000 واقل. فأنا أعتبر جميع هذه التطبيقات مهمة جدا جدا جدا. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، نشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. لا تنسون يا جماعة، لا تنسون تسجلون في الورشة العمل المجانية اللي ندرب الناس على التجارة الإلكترونية يوميا الساعة 7:30. لا تنسون تسجلون في الرابط تحت هذا الفيديو.